قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته. قد مر معنا هذا الحديث فيما سبق. من تعار من الليل، يعني استيقظ بعد نوم، تحرك بعد نومه، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، غفر الله له، اللهم اغفر لي، غفر الله، أو أدعى بأي دعاء، قال أو دعى استجيب له، فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته. ولذلك العلماء لما ذكروا بأن الإنسان حينما يستيقظ من النوم ينبغي له أن يقوم فيصلي، قالوا: فإن ثقل بمعنى لم يستطع القيام وأصابه الكسل، فأقل شيء يفعله أن يذكر الله ويدعو. هكذا قال العلماء الذين تحدثوا عن مراتب قيام الليل عند السلف، قالوا: أدنى مرتبة لمن قام من الليل وهو مضطجع، إذا كان ثقيلا، مثلا ثقيل البدن لا يستطيع القيام، عنده مشكلة، فلا أقل من أن يذكر الله، فيقول هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو الناس، يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم تب علي، اللهم أصلح أولادي، اللهم أصلح زوجتي، الزوجة تقول: اللهم أصلح زوجي، اللهم اكفني شر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار، يدعو ثم يكمل نومته. والمقصود بأن المسلم ينبغي أن يستثمر كل لحظة من لحظات حياته، وأن لا يتكاسل، وأن لا يضعف، وأن لا يغلبه الشيطان، وسيمر معنا في مسألة قيام الليل كيف أن الشيطان يعقد على قافية كل أحد من المسلمين عقد يثبطه عن قيام الليل. والمقصود بأن الإنسان استثمر هذا الوقت حينما يستيقظ، يذكر الله، يدعو، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، بعدما يأتي بهذا التمجيد والتقديس والتعظيم لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يدعو: اللهم اغفر لي، غفر الله جميع ذنوبه. نعم. قال الترغيب، قال: فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته، الله أكبر، يعني كأنها ضمانة من الله عز وجل. قال: فإن توضأ، يعني قام، هذه مرحلة ثانية ورتبة أعلى، أن يقوم فيتوضأ ثم يصلي، قبل الله عز وجل صلاته من الليل، كأن الله عز وجل ضمن له أنه إذا قام بمثل هذه الصورة ثم صلى أن الله تعالى يقبل صلاته. نعم. أي نعم، من الليل، ليس المقصود صلاة الصبح، لا، قيام الليل.